هاي، شجر من أهم الموارد الطبيعية على الأرض، ووسط أزمات التلوث الكتيرة في فوائد عملية ومادية كتيرة للشجر. لما يكون مزروع حول البنايات بخفف الحاجة للمكيفات بنسبة 30%، وبخفف كمان من الحاجة للتدفئة من خلال امتصاص الحرارة المنخفضة. شجرة متوسطة الحجم بتوفر حوالي 7 دولار من الفاتورة البيئية من ناحية توفير الطاقة والحد من التلوث، لأنها بتنتج حوالي 100 كيلو أكسجين بالسنة، يعني شجرتين بيأمنوا حاجة عائلة مؤلفة من 4 أشخاص للأكسجين. مين قال إنه الشجرة الوحدة بتمتص كمية CO2 بالسنة؟ بتساوي إنتاج سيارة لها المادة على طول 42 ألف كيلومتر، وخلال دورة حياتها بتمتص بمعدل 4 طن من CO2. أنا قال بشوفكم بكره.